ومتابعة للتعليم وما يحدث في هذه المنظومة، أعلنت وزارة التعليم أن جميع الطلاب والطالبات في جميع المراحل الدراسية سيؤدون اختباراتهم حضوريا للفصل الدراسي الثاني. يعني رسالة واضحة يا أولاد يا بنات من سنة أولى ابتدائي، ترى بابا ما رح تكون معاكم وأنتم بتسووا الاختبار في البيت، رح تروحوا المدرسة ورح تسووا الاختبار في المدرسة. يا ضربتك، يعني ضربة معلم يا ريم. أنا اللي أعرف أنه الصفوف الأولية بيكون تقييم، يعني في كل الأحوال، الاعتماد على الأم أو على الأخت أو على المساعدة يعني زمن ولا المفروض خلص. هذا الصح. الآن الميدان يا حميدان، الآن أنت هتواجه كل معلوماتك. والله أكثر يعني مرحلة كنت أحزن عليها في الفترة السابقة هم طلاب المرحلة الابتدائية. مزبوط. اللي هم ما عرفوا يعني إيش مدرسة، يعني إيش مدرس موجود في الفصل، يعني ما حتى وإن كانوا عندهم في المرحلة التمهيدية أو رياض الأطفال، تظل المرحلة الابتدائية مرحلة لها خصائصها ولها شكلها ولا المدرسة طبعا. الشكل التقليدي للمدرسة. فإن شاء الله الآن ما يصح إلا الصحيح ويرجعوا للوضع الطبيعي أكيد.